نستنكر وبشدة التصرفات اللا أخلاقية واللا إنسانية والوحشية اللي بدرت من القوات الأمنية تجاه متظاهرين سلميين كانوا خريجين لمجموعة طبية والمجموعة الصحية والمجموعة التمريضية. اليوم الدولة عندما تخرج أجيال من كليات وتفتح كليات وتفتحها بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة التخطيط، يجب أن تكون تتكفل بتعيين هؤلاء، مو تقابلهم بطريقة وحشية والزج بهم بالسجون. وشفنا كل احنا التعامل الوحشي حتى مع النساء، حتى مع الخريجات، مع آبائهن. فهذا التعامل نناشد دولة رئيس الوزراء ونناشد وزير الداخلية، واحنا طبعا باسمنا وباسم كل جماهير المهن الصحية رفعنا دعوة قضائية بهذا المجال. نستنكر جميع الأعمال اللي قاموا بها مكافحة الشغب يوم أمس على الناس العزل اللي يطالبون بالقوت اليومي اللي ينتشلهم من هاي الحياة البائسة التعيسة. ناس درست وتعبت خلال مسيرة يعني أعوام، 18 عام وأكو بهم 20 عام، على مود يطلع بثمرة ويقدم للمؤسسات الصحية وللمواطنين، يقدم خدمة للبلد، يقابل بهيج إساءة وبهيج تعامل وحشي غير مسؤول من قبل الدولة. تذكر وبشد العبارات ما تعرض له زملائنا الخريجين من المهن الصحية والكوادر الطبية والتمريضية يوم أمس من الاعتداء وحشي من قبل قوات وحفظ النظام مكافحة الشغب. صراحة هذه الاعتداءات مرفوضة جملة وتفصيلا، يفتح باب إلى أنه اعتداءات على الكوادر الطبية والكوادر في داخل المؤسسات. Thank you.